زاد علي بلواي يا دافع عن الوصل ومسكنك بحشاي يا دافع عن الوصل ومسكنك بحشاي ومسكنك بحشاي يا محمد يا ولد اخوي. هي يا ابوك شلون انت دريت بسالفه الارض الحين؟ هي يا ابوك انا ما بغيت اقول لك على اساس ما تتكدر. شلون انت كلمته وزويت بعد؟ ليش كم وصلت الارض؟ 800 اكيد ابو فالح هذا ين وقعد. الظاهر المزرعه مو من نصيبنا يا عم سالم، بس اوعدك ان شاء الله نشتري مزرعة ثانية ونزرعها مع بعض، ولا يهمك إن شاء الله بأقرب فرصة جاي عندكم. مع السلامة. إيش قاعد يصير؟ إيش قاعد يصير؟ من هو الإنسان اللي حط الأرض في راسه يبي ياخذها مني؟ من هو؟ ودي اعرفه، بس ودي اعرفه. الله كريم يا بابا، الله كريم. عشان تعرف بس، أنا يوم أحط شيء براسي يصير يصير ويصير ويصير. اسمع يا غانم، سوي اللي قلت لك عليه وأنا المسؤول طبعا. مع السلامة. الدرس غالي بس يستاهل.
أنا في حلم ولا في علم؟ أرض قيمتها 400,000 ريال تطلع لين توصل الضعف؟ ليش؟ الظاهر أن الطمع عمى قلبك وعينك يا أبو فالح، وهانت عليك العشرة والجيرة، وبعد تعبي وشقاي في هالمزرعة بتراب الفلوس. قم يا أبو يعقوب قم، اللي تهون عليه العشرة لا ترجى منه خير. فكر يا أبو فالح فكر، الفلوس ما هي كل شيء، بعدين إحنا أهل. يعقوب قوم شوف من عند الباب، قوم. عمي ابو فالح حياك، تفضل. ابوك هني يا وليدي؟ ابوي؟ ايه. اي لحظة شوية. هو تفضل. بتنام؟ ايش تحول تو الناس؟ وانا طالع من الشركة اليوم شافيني واحد اسمه عيسى، تعرفه؟ عيسى؟ اي عيسى، اي عيسى. ايش كان يبي منك بالضبط عيسى؟ يبي منك انت اقدر اعرف ليش سويت كذي؟ ليش سويت انا؟ ما يحتاج تخبي علي، لانه قال لي كل شيء وش اللي بينك وبينه. طبعا انت صدقته مو؟ انا مو جاي احقق معك، انا جاي بس اعرف هل الكلام اللي قاله صح ولا غلط؟ طبعا غلط، اكيد غلط، الافكار هذه افكاري انا وما حد ساعدني فيها. وانا هذا الشيء حبيت اسمعه منك، لاني عارف انك ما راح تسوي الشيء هذا. ولا انا غلطان؟ لا اكيد ما انت غلطان. الحمد لله، يعني اقدر اروح الحين انام وانا مطمن. اكيد. تصبح على خير. تمام.
ليش سويت كذي يا عيسى؟ ليش؟ طيب انا اراويك. انا كان قصدي. شنو قصدك؟ شنو تبي من وراء انك تروح حق اخوي محمد وتقول اللي بيني وبينك؟ شنو تبي؟ اسمع عيسى، لف دوران انا ما ابي. هي كلمتين ورد خطاهم. انا اللي حصل هذا بحوته لك وبمزاجي، وبعتبر اللي صار ما صار. لكن صدقني يا عيسى، اذا تكرر هالكلام منك مره ثانيه حتى لو عن طريق الخطا، الشركه هذه راح تستغني عنك وعن خدماتك، مفهوم؟ انا كنت متوقع منك هالرد. هذا اللي توقعته شفته. تبي فلوسك ولا لا؟ بس انا كنت انتظر شيء اكثر. لا تنتظر شيء اكثر. اللي انت تبيه هذا ما يصير عن طريقي انا، هذا يصير عن طريق اداره الشركه. اللي تبيه انت يا عيسى شغله مو بسيطه، مفهوم ولا لا؟ وتعبي شقاي كله يروح بلاش. انت الظاهر كلام الطيب ما ينفع معاك. تبيني ازعل منك واسوي شغله انت ما ترضيك؟ يعني ايش بتسوي ازيد من اللي سويته؟ برا، اطلع برا وبتشوف بعدين ايش راح اسوي. انا طالع، بس قبل ما اطلع احب اقول لك شيء واحد، حقي راح اخذ باي ثمن. برا، ما بقى الا انت تهددني. زين روح، ابى اشوف ايش راح تسوي. وهذا صك المبايعة وخلصنا. ألف ألف مبروك يا عم سالم. الله يبارك فيك وينور لك دربك. الله يرحمك يا يما، ليتك كنت عايش وشوف شنو تعبنا عشان نلتم البعض. الله يرحمه. عاد يا عم سالم ترى ما تجوز على الميت إلا الرحمة. الله يرحمه. الله يرحمه. عاد يا جماعة الحين أنا بريت ذمتي وريح ضميري، بس كل اللي طالبه منك انك تسامحني على اللي سويته وياك. مسموح يا ابو فالح، مسموح. زين ايش رايكم بهالمناسبه الحلوه الجميله هذه نروح البيت ونتغدى ونتقهوى ونعين من الله خير، ولا ايش رايك يا ابو سعد؟ صح يا ولدي، قلت الصحيح، والعشاء عندي انا. مشكورين يا جماعه، انا حقيقه ما ودي الا اني اقعد وياكم طول الوقت، بس ما في، لازم ارجع، بس لنا قعدات وقعدات واجد ان شاء الله. ابو فالح محسوب لك هالجميل. اعتبرها وصلت. دروب السلام ان شاء الله. الله يسلمك. يلا من رخصتكم. سموح يا جماعه. حياك الله يا هلا. ويا عبدو، الا ما قلت لي شو يصير لك الرجال هذا؟ هذا شريكي الجديد. الله يوفقك ان شاء الله وياه، ونعم الشريك. مو شريكي انا مازن، اللي اخذ كل شيء وغرقني في البحر انا. بالتوفيق ان شاء الله. يلا. تلف الصبغة؟ ممكن ما يبين من بعيد، بس عن قريب التلف ما يتخبى. بانتين بتركيبة الفو فيتامين المغذية يرمي بنية الشعر ويجدد قوته لشعر صحي وقوي من بعيد ومن قريب مع بانتين. طلتك ما لها ثمن. هذه اللحظة اللي يبدأ فيها ألم يخف وبحس كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستان بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعا ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول. تعالوا بنا ننسى قليلا همومنا ومتاعبنا قبل أن نبدأ أسبوعا جديدا. والله بيتنا ما بيضحك إلا لما بتشكي. ما دام معايا الجمال مالي ومالا لو كنت ناوي ننسى أفيني حبا وأملنا هو إدخال البهجة في نفوسكم وقضاء وقت ممتع. غدا أسبوع آخر الأربعاء 11 مساء على قناة ذكريات. يا دي يا دي
اتحمل اني اغضب ولا يصير شيء ما شفته. تسمع؟ لا تستعجل الامور يا عصر. سيف نشوان اللي نتباهى به بين القبائل ما يحمله غير اللي يستاهل. انا رجل رجل. الله يجازي بلايك. يالله من عين انتهل العباين. السلاح السلاح يا رب. يبغى السيف راح السيف يا يبغى. انا نايل يا غيث. نايل اللي تدور عليه من مكان لمكان. فيه انسان براسه عقل يغزي قوم ويقول لهم انا جيت اسرقكم. عيب. نايل ضيف عندنا وكرام الضيف احترامه. اذا كان الضيف خاين يستاهل الذبح. انا مهري سيف نشوان واللي يجيب السيف اكون له حليله على سنه الله ورسوله. سيف نشوان يوميا 7:30 مساء على قناه ذكريات. العاشر مفقود مفقود. أين أخفيت القط؟ جدي جدي لقد مات الكتكوت الصغير أكله ودل. انتشر الخبر في المزرعة. الغب أولم مضت 3 ساعات ولم يظهر الفعل. السيف ترى قبضنا على الناس. سرقتم مزرعتكم والمزارع الأخرى. أنت أخطأت في حساب يا ولي. ماذا نفعل به يا جدي؟ إلى جدي مع التحية يوميا 5 مساء على قناة ذكريات. أخوي أنت ليش مكبر الموضوع؟ ليش خايف؟ إيش بيسوي فيك يعني؟ يسوي أشياء كثير يا خليل. هذا ولد المدير ولد راعي الشركة وكبرها. تضمن يا أخوي تضمن ما راح يقدر يسوي لك شيء وانت قايل حق أخوه الدكتور محمد. يا ريتني ما قلت له يا ريتني ما قلت له. أنا شو اللي عجلني وخلاني أتكلم وأتسرع وأكلم الدكتور محمد؟ مو يمكن الرجال صادق. صادق صادق بأخوه حط لك القمر في يد والشمس في يد ولا نمت إلى الإهانة. بس أنا اللي سويتها بعد مو بشيء بسيط. يبا هذا أنت اللي سويتها في نفسك وتصرف كيفك. ألو هلا سلام صبا حياك الله سلام. إيه موجود تبي تكلم؟ إن شاء الله إن شاء الله سلام. مع السلامة. الرئيس مصطفى يبي يشوفك وبسرعة يقول لك. سواها هذا الشيك كتبت لك إياه. أوكي هذا التوقيع. الرجال ما عارف اسمه أنت عبي هناك ها وقول له الشيك هذا لا يصرفه إلا بعد أسبوع من الآن عشان أغطي باقي الحساب. أوكي أقول عصام يعني إحنا ايش نستعجل؟ خلينا ندور غيرها. ردينا على نفس الموضوع. حبيبي الموضوع هذا انتهينا منه، انت سوي اللي عليك وخلي باقي علي انا، ايش دخلك؟ انا اللي مستغرب منه شنو اللي غيرك هالتغيير هذا كله؟ عشان موضوع لا يودي ولا يجي. غانم انا ما تغيرت. انت اللي بعدك ما تعرف حسن زين. وهذه فرصتك علشان تتعرف علي بشكل احسن. ايوه انا اللي ما اعرفك، انا اعرفك زين وزين. زين، دامك تعرفني. أجل يلا ركب سيارتك وتوكل على الله وودي الشيك حق الريال وسلم لي عليه وايد ورجع لي بسرعة هني عشان تفهم على باقي الأمور. طيب عندك أوامر ثانية أستاذي؟ سلامتك بس خليك على اتصال معي أول بأول. شلون؟ مع السلامة. هذه الأرض ومسكناها، باقي نشوف موضوعك أنت يا أخ عيسى. خلينا نشوف لوين نوصل. ايش بغى منك الرئيس مصطفى؟ سواها واستوت. شنو سواها؟ ايش فيك تكلم نفسك؟ صاير طالب نقلي.
مرسلني إلى فرع ثاني للشركة. شنو؟ وين؟ وين بعد؟ عند بيتنا. هذا مرسلني الخفجي. خفجي؟ ليش؟ يبي له ليش بعد يا خليل؟ يقول لي مصلحة الشركة تقتضي إنك تروح هناك. ومن صدقك إنك بتروح؟ ما أروح. واللي يصير. توني جاي من بيت عمي سالم، وأنا جاي الحين عشان أتفهم معاك إن مهد الطريق قدام أبوي، ما يجي يوم العرس إلا عمي وعيال عمي عندنا. إشلون يا ولدي؟ وأبوك مو راضي يغير من عناده. يما أبوي لازم يتغير، وإحنا ما لازم نسكت على كذي. إذا ما درى اليوم ما رد باكر يدري. لا يا ولدي، بصراحة أنا ما أقدر أقول له. يما مو إحنا اتفقنا إنك أنت تكلمينه؟ إيه، أنا كلمته ذاك اليوم، وأول مرة يا ولدي أكذب على أبوك. ويا ليتني يا يما ما كلمته. شو اللي صار؟ ايش قالك؟ أول مرة يا ولدي أشوف أبوك ضعيف قدامي. ضعيف؟ يعني حاسب غلطته؟ فرصة إن احنا نستفيد من الموقف. بالعكس، صعب إنك تقنعه، والحين بالذات. ويا ليت يا محمد إنك ما تفتح معاه الموضوع، ولا حتى تقول له باللي قاعد تسويه. يما أنت جديد تسكرين الباب مرة واحدة، هذا بدال ما تساعديني؟ علشان أساعدك يا ولدي لازم أسوي كذي. يما ممكن أعرف ليش قلت كذي؟ وشين هي السالفة بالضبط؟ مثل ما تعرف، ما في شيء جديد. أحس إن الموضوع يما أكبر من كذي. أنت مصر إنك تعرف السالفة؟ يا ليت يما عشان أرتاح. سبب إن خالتك مسالم إيه هي السبب؟ إيه هي السبب في طلاق يدتك؟ لأن يدك تزوجها عقب يدتك مجاسم. ويوم عرفت السالفة وهي اللي ما أعطتها الحلال كله، طبعاً زعلت، لأن يدك تزوج عليها واحدة ثانية. الله، هي يا يمه شقد كانت تغار عليه حتى من نسمة الهوى. وبعدين يا يمه انقلب الحب والغيرة إلى حقد، وتطلقت يدتك وردت بيت أهلها وخذت أبوك معاه، وطبعاً عبت راس أبوك بالقصص إلين حقد على عمك وأهله، وانقطعت العلاقة من يوم ما ردت يدتك بيت أهلها. طيب وأبوي بعد ما توفت يدتي الله يرحمها ما حاول يطلع من هالقطيعة ويرجع حق أخوه؟ لا تلوم أبوك يا يمه، لأن عمره كله عاش مع يدتك، وإذا سوى كذي فحبا لها. وهالحين وبعد هالعمر كله وبعد ما انكشف كل شيء. بس بنظر أبوك ما انكشف شيء، وبعده سر وما حد يدري عنه. بس لازم يمه، لازم يعرف إن إحنا كلنا عارفين عن هالموضوع. لا يا ولدي لا، ما بيا يمه يزعل عليك، وتصبر. عسى يجي اليوم اللي ينقال فيه كل شيء، واحنا كلنا يا يما عايشين. متى يلتم الشمل يبا؟ ودي اليوم قبل باكر. الله كريم يا بنيتي، عسى الله يوفقني وارد الجميل لمحمد ولد عمك على كل اللي سواه ويانا. يبا ليه ما قلت له يتغدى معانا؟ قلت له وليدي، بس الظاهر انه مشغول، ووعدني انه يجي بس ما يجي لحاله. شلون يعني يبا؟ ما ادري ايش يقصد يا بنيتي بكلام. اكيد بيقول حق عمي جاسم ويجيبه هني عندنا في البيت. يا سلام يبا، حزتها يلتم الشمل. الله يسمع منك يا وليدي، واشوف اخوي جاسم وعياله هني قدام عيني في وسط هالبيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ها خير؟ خير، بشر انت ها خلصت اوراقنا؟ اي اوراق يا وليدي؟ اي اوراق؟ ايش قاعد تقول انت؟ وانا صادق يا وليدي، انا غانم اللي جيتك امس
وكانت عندك أرض معروضة للبيع ووصلت 800,000 وانت وافقت وأنا جايب الشيك معاي الحين. الظاهر أنك غلطان بالعنوان يا ولدي. مو أنت أبو فالح راعي هالمكتب والأرض اللي كانت معروضة للبيع؟ أبو فالح اللي أمس قابلته خلاص يا ولدي راح. خلاص. اللي تشوفه ذا الحين أبو فالح راعي المكتب هذا وبس. عجل راعي المزرعة منهم؟ راعي المزرعة صار واحد ثاني. إيوه، أنت من صدقك الكلام اللي قاعد تقوله؟ أول مرة أكون صريح وواضح مع زبون جاي يشتري مني شيء. والحين شو اللي أفهمه؟ أبيك تفهم شيء واحد بس. الأرض عزيزة وما حد يقيمها إلا أهلها، وأهلها خذوها. طيب والشيك اللي جايبه معاي؟ الشيك رجع الراعي وقل له السموحة، لأن الأرض راحت لأهلها، الناس اللي تعبوا فيها وخدموها بعرقهم. قل اللي اشترى الأرض مبروك عليه والله يوفقه. مع السلامة. يعني خلاص يا محمد؟ المزرعة صارت باسم عمي سالم؟ اي نعم. هذا احلى خبر انا سمعته بحياتي، ومشكلة عمي سالم انحلت. انت ما شفتي شلون كان سعيد؟ وانا شلون كنت مبسوط وفرحان ويستلم الصك، وبكره ان شاء الله في المحكمة بعد بيقر له. بس المشكلة مو هناك. المشكلة هني. قصدك الوالد يا محمد؟ بس ماني عارف شلون افاتحه في هالموضوع. وامي ما كلمتها مثل ما انت وصيتها؟ كلمتها، بس بدل ما صار الوالد صار الوالد والوالده. وليش؟ شو اللي صاير؟ هي خايفه انه يزعل علي وعليها، خصوصا اذا عرف اني انا عرفت عن سالفه عمي سالم وزعلوا وياه. عايل انت ايش راح تسوي الحين؟ قلت فرصه مثل هذه والمناسبه جميله اني افاتحه، على الاقل يشيل من راسها الزعل اللي بينه وبين عمي. بس الوالدة يعني شلون يا محمد؟ ما أدري للحين ما جاء. طيب ما قال وين بيروح بالضبط؟ طيب أول ما يجي أبغاه ضروري، ها أبغاه يكلمني ضروري، خلي يكلمني بالتليفون. طيب أوكي، شكرا لك، مع السلامة. مع السلامة. ما أدري وين راح الآدمي هذا، ما ادري وين راح، وين اختفى. ايش دخل غانم في موضوع المزرعه؟ طيب مو غانم هو الشخص اللي انا معتمد عليه عشان يكمل عني الموضوع هناك، مو ناخذ مني الشيكات ومختفي، ما ادري وين راح. وانت من صدقك ناوي تشتري المزرعه؟ طبعا اول ما اشتري المزرعه هذه ان شاء الله بخليك تجيني تشوفينها. وش طرى على بالك مثل هالفكره؟ انا اقول لك هذا مشروع جديد ناوي اسوي مفاجاه حق الوالد، ابي اخلي ابوي يعرف عصام لما يفكر صح، وخليه يغير وجهه نظره الاوليه فيني. يعني ايش بتسوي فيها؟ ابي اسوي مشروع زراعي، ابيع مشاتل وزهور. خوش فكره، واخيرا عصام بدات تفكر صح. وين كنت مخبي هالافكار طول هالمده؟ الجايات اكثر وراح تشوفين بنفسك. المهم يا محمد ابيك تسمعني شوي. خير؟ أبيك تريح بالك شوي من موضوع عمي وأبوي وتفكر بشركة حياتك الجاية بالطريق. وش دخل موضوع المشكلة بزواجي من عبير؟ لأن أنت أخوي وأنا أعرفك زين يا محمد، إذا حطيت شيء براسك راح تسويه، والبنية ما لها ذنب. طيب إيش تبين أسوي؟ بيني وبينك يا محمد ترى هي زعلانة منك، وهي من حقها، من أيام الخطوبة ما كلمتها حتى مكالمة واحدة. أما بهذه ما عاد حق. أنت عارفة المشكلة إيش قد ماخذة وقت من عندي. أنا ما قلت لك انسى المشكلة ولا تفكر فيها، بس في نفس الوقت حسس عبير إنك مهتم فيها. أخوي محمد ودي كذي يعني بكرة تلتقون وتسولفون مع بعض شوية. طيب ريم،
الكلام اللي قلت لك اياه تو الحين ما ابي احد يعرف عنه، اوكي؟ وليش؟ لاني انا اصلا ابي اسوي المشروع هذا مفاجاه للكل، خصوصا ابوي. ريم؟ محاضره العشاء يا مدخل؟ ما ادري. الو؟ لحظة من فضلك. محمد، المستشفى. على خير. خل اقوم اشوفهم واياكم. الو، اي نعم، الدكتور محمد. خير؟ طيب طيب، جاي حالا. مع السلامة. عندي حالة مستعجلة، بتأخر شوي. والعشاء؟ بعدين. بالألوفيرا الطبيعية المركزة بيعطي شعرك ترطيب عميق بدون 72 ساعة لترطيب مستحيل ما تحس فيه مع هيربل أسنسز لترطيب ملموس. سيدي مع خبرك اللي يحب الله حد وارضي بعد. حفلات ولحظات ما تتكرر. لو عرفتني مهرجانات أحياها نجوم وفنانين على أهم مسارح العالم العربي. ذكريات منوعة ما يمل منها الوقت. يلي عيونك دنيا حدد جدد وميل يا حب على حبيبي وقل علينا يميل. انت ما مثلك بشر يا قمر 15. ألحان وأصوات مميزة نستعيد معهم أمسيات غنائية. ذكريات منوعة الجمعة الساعة 11 مساء على قناة ذكريات. شو بتقول بتهمة القتل الموجهة على هذه المصيبة؟ تبغى تتخلص مني؟ انا قاعد الحشيش، انت ليش ما تردين على ليش؟ ميت. قالوا على حاله وعلى سيارتي. ترفتيني في عيشة. والله انت اللي عيشتك تقامل. أرجوك يكفيني العذاب اللي عم أشوف اليوم. هون حياة جديدة الواحد لازم يتعود عليها. أنت تخرج من الموضوع ده بلا حال. أنت حتى التفاهم ما يجيب نتيجة معاك. أنت سمعيني بس الله يهداك، سمعيني. سهرة سينمائية الخميس 11 مساء على قناة ذكريات. إنسان لغز كبير. العقل نفسه هو موهبة الاختيار بين البدائل. هل الإنسان مخير أم مسير؟ الاختلافات في المجموعة الإنسانية اختلافات هائلة. الجلد جهاز استشعار وإحساس. هل في ذاتية للمخلوقات دي؟ كل ما الحياة ترقت ظهرت فيها الأنا. الإنسان حر مكلف مسؤول، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العلم والإيمان السبت 11 مساء على قناة ذكريات. ترجمة
ايش رايك بنسويها محميات؟ وش محميات؟ يبا هذه خيمه ينزرع في داخلها الفواكه والخضروات بطرق حديثه مثل التقطير وباي وقت. وهذا مشروع ناجح 100%، بس انه محتاج حق ايدي عامله ومحتاج خبير يشرف على هالمشروع هذا. والله يا ابوك انا ما فهم في السوالف ولا شيء. انت اللي كبرت وفهمت الشغله زين ما زين، اشرف عليها يا ابوك بنفسك. بس يبا انا متفق مع الدكتور محمد اني بصير دكتور واشتغل معاه في نفس المستشفى اللي قاعد يسويها. منه الى ذكر حزه يا ابوك، انا اسوي الشيء اللي افهمه. يعني ايش بتسوي يبا؟ اقول يا بنيتي هذا عمك ابو سعد ناوي يفتح كيكين خضره. اذا نوى وعزم على خير ان شاء الله واتفقت انا وياه بيكون هذا المشروع اول مشروع بيني وبين عمكم ابو سعد. ونصير من اصحاب رؤوس الاموال. ونصير اغنياء. تطنز يا ولادي؟ لا يبا الله يهداك انا ما اتطنز. بس الحلم اذا انحط في الراس احيانا يصير حقيقه. والشراكه اصلا موجوده. وهذه اول المشاريع بدات تتحقق. عدل كلامي ولا مو عدل يا نوال؟ كلامك عدل يا اخوي. اقدر اعرف ليش انت قاعد تقول الكلام هذا الحين؟ ليش ما جيت قلت لي من الاول؟ وانا من البارحه قاعد ادور عليك من مكان الى مكان ما لقيتك. عصام الارض انباعت وخلص. انباعت حق منو؟ الارض هذه ما لازم تنباع لغيري، الارض هذه ابيها يعني ابيها. يا غصب، اكو الف مزرعه غيرها. بعدين يا ابن الحلال انا صراحه ما اقدر اخش متاهات ما لها نهايه. ما تقدر تخش المتاهات ها؟ اصلا الغلطه ما كانت غلطتك انت، كانت غلطتي انا، كان المفروض اعتمد على نفسي مو اعتمد على واحد مثلك. انا الغلطان. انا الغلطان اللي فكرت في لحظه اني اشاركك. ما ظنيت انك مريض لهذه الدرجه. مريض؟ انا مريض يا غانم؟ اي نعم مريض. اجل شنو هذا؟ شنو اللي تسوي هذا؟ عشان ترضي غرورك لازم تدوس على قلب الناس ومشاعرهم. الزم حدودك احسن لك يا غانم. ما يحتاج. انا ماشي ولا راح تشوف وجهي مره ثانيه. بس احب اقول لك اذا استمريت على هذا فراح تخسر كل شيء. اخسر؟ ما ادري من اللي جاء حق الثاني محتاج انا ولا انت. عصام عصام انا يوم جيتك كنت ناوي لك الخير. للاسف انت اللي ما تبي الخير. غانم لو سمحت انا مشغول الحين. الظاهر انا اللي مشغول. انا جيتك قلت يمكن يغير رايه. يمكن يشيل هالحقد الغريب اللي من قلبه. لكن للاسف ماكو فايده. مع السلامه. سعد خير ان شاء الله. والله بغيتك في شغله يا اخوي ضروريه وكنت بمر عليك اليوم المقر. خير؟ اقول انت للحين ناوي تفتح دكان خضره؟ اقول يعني اذا كان ناوي ترى هذا وقته. وبعدين شراكه بيني وبينك وبالنصب. الله يهداك يا ابو يعقوب، انك تعرف ان هذه الشغله انا مش مأهل لها، هذه فيها شيل وحاب. ايش دعوه يا ابو سعد؟ ايش دعوه بعد؟ الا ايش رايك ابو سعد؟ المشاريع هالايام طلقه حده عندك يا ابو سعد. الواحد لازم يسوي له شيء، يكون له شيء، لا بقى كم قرش. اي نعم، الله يعطيك خير الارض ان شاء الله. وشنو بعد؟ ايش رايك نشتري سياره ونيت ننقلبها الخضره من المزرعه الى السوق ونبيعها لتجار الجمله؟ زين وزباينك اللي يجونك هنا في المزرعه؟ زياده الخير خيرين يا ابو سعد. اي المدام هالشكل يا ابو يعقوب توكلنا على الله. الحين نروح سوق الحراج وناخذ لنا سيارة. توكلنا على الله.
السلام عليكم. هاي شبيك؟ هلا يا يعقوب. هلا يعقوب، شو عندك واقف هني؟ تايه. تايه؟ وإن شاء الله لقيت روحك. نوال رجعتني لنفسي بعد كلامها الأخير. أقصد من كذا يعني إنك بترجع الدراسة؟ أنا فعلا رجعت وقاعد أدرس وأنا أشتغل. حلو، وهذا أكيد بيفرح نوال. تعتقد كذي يعني؟ طبعا. بس أنا خايف. ها؟ خايف؟ إيش منه خايف؟ يعني تسوى روحك ما تدري تغيشم. خايف من هذا اللي يجيكم بين يوم والثاني. قطع الله شرك يا سعد. هذا الدكتور محمد ما تعرفه، الدكتور محمد ولد أمي، بعدين هذا إنسان خاطب وبيتزوج قريب. خايف. عصام ايش فيك؟ لا تضيع السالفة، أنا عارفة بكل شيء، بس أنت تبي تخبي عني. يلا عاد، بس علشان ما بتوديني الزراعة اللي قلت لي عنها، أنا ما عندي مانع، بس قول. حريم، رجاءً أنا ماني ناقصك، روحي وخليني بروحي. إيش فيك؟ شو اللي صار لك؟ ما فيني شيء، أبي أقعد بروحي، ها. تبيني أشوفك معصب كذي؟ بدون ما أعرف السالفة؟ أنت لازم تقول لي. يعني الدكتور محمد عنده أخ اسمه عصام؟ زين علمني، كم عمره؟ يدرس؟ أكبر مني؟ أصغر مني؟ كذا يعني. أكبر منك، أكبر منك، بس إنه إنسان شايف نفسه، نفسه خشمه، مغرور، وفوق كذي ماسك أمور الشركة، هو شركة أبوه ماسك أمورها. يعني إنسان مهم؟ مهم إلا مهم ونص، أجل مثلي أنا خلف الله علي. زين خلني بروح لو بعلمه ان انا ولد عمه، اكيد اكيد بيفرح. ايش فيك تضحك؟ لا لا ما فيني شيء. ليش قاعد يصير معي كذي؟ ليش؟ ليش من احطيني في اي مشروع احصل الفشل قدامي متربص لي؟ ليش؟ ومحمد كل شيء قدامه سالك، ايش معنى؟ وليش ما تتعلم من الفشل علشان توصل للنجاح؟ سهلة عندك يا سهلة عندك. المشكلة انك يا ريم انت ما انت فاهمة اي شيء. ممكن تطلعين وتخليني بروحي؟ ممكن؟ انت ناسي شنو عندنا الليلة؟ اعرف اعرف، من الى وقتها يصير خير ان شاء الله. بين لما الحين ما ادري ايش اقول لك يا عبير، الله يكون بعونك. وما صارت الحاله المستعجله الا اليوم؟ المرض ما له وقت محدد، بعدين هذه فرصه عشان تعرفين شغل اخوي شلون صاير. يعني بتم حتى فتره الزواج على هالحاله؟ شيء طبيعي، لان محمد مو بس دكتور، دكتور اخصائي، يعني ممكن يطلبونه بالمستشفى حتى بنص الليل. الظاهر بتم قاعده طول وقت بين اربع جدران. ليش انت مو ناويه تشتغلين؟ ايش لي بالشغل ووجع الراس؟ ما صدقت تخرجت من الجامعة وارد اقوم على قعدة الصبح مرة ثانية. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش اللي اخرك؟ انا اسف، اسف مرة ثانية. حصل خير. قول لي شلون مريضك؟ لحد الان النتائج سليمة وهو تحت المراقبة.
عايله اقوم انا اروح اطمن الوالده لانها وايد كانت تحاتيك. انا اذنكم. على خير يا شاب. الحقيقه المواقف الطارئه احيانا تخلي الواحد يفقد المناسبات الجميله مثل هذه. انا بصراحه خفت انك ما تجي. وهاي تصير يعني؟ وخصوصا ان هذا اول لقاء بيننا. لا ما قلت لي محمد، ليش اخترت مهنه الطب؟ لاني انا احبها وايد. وانا اشوف نفسي فيها. بس مهنه الطب مهنه صعبه. المهم انها ما تكون صعبه عليك انت. عصام ابيك شوي. عم ايش تبي؟ ايش فيك يا اخوي؟ تراك مو عاجبني اليومين. بعد انت مو عاجبك؟ تفضلي يا هدى قولي ايش اللي مو عاجبك فيني انت بعد. تفضلي. اشوفك معصب هاليومين ومو بالعاده. في احد مزعلك بشيء؟ ابوي مزعلك. سلامتك. وين الدكتور محمد ابوي بي؟ موجود توي. يا مدام موجود بعد حقه مخليني ملطوع مع ضيوفه وقاعد معاهم الحالي. طيب شو اللي صاير؟ ما صاير شيء، خليه يشوف ضيوفه. ما راح. كيد جاء تليفون من المستشفى بعد يبونه في حاله طوارئ وضروري. قاعد مع زوجته عبير بالحديقه. زوجته عبير. هدى اختي ابي اسالك سؤال وابيك تجاوبيني عليه بصراحه. تفضل. الدكتور محمد رضى بزواجه بعبير برضاء هو واقتناع منه ولا عشان بس يرضي ابوي؟ عصام شو هالكلام اللي قاعد تقوله؟ سلامتك. سلامتك يا هدى. بس انا خوفي من باكر تصحى البنيه كذي وتنصدم في الواقع المر. شو هالكلام الغريب هذا؟ اي واقع اللي تتكلم عنه يا عصام؟ انت عارف شيء وخاشه عني؟ قول لي، ترى شغلت بالي يا عصام. سلامتك هدى، سلامتك. في الوقت المناسب راح تعرفي ايش اللي اقصده زين. الحين برا غرفتي انا تعبان ومصدع. سلام. شلون تقدر توفق بين إدارة المستشفى وشغلك كطبيب؟ الحقيقة سؤال مهم جدا. أنا يوم إني فكرت في هالمشروع ما فكرت إلا إني أشتغل فيه كطبيب. مو إدارة مستشفى. بس كذي راح تكون مشغول بإدارة المستشفى أكثر من لازم. أقدر أقول شيء بهالموضوع؟ تفضلي، قولي. ممكن نغير موضوع المستشفى هذا اللي تتكلمون فيه ونتكلم بأي موضوع ثاني؟ أنا ما عندي مانع، بس الظاهر إن الدكتور محمد ماخذ الأمور شوي بجدية. بصراحة أنا وايد بليد في مواضيع مثل هذه. أنا ما أعرف إلا موضوع واحد، المستشفيات والمرضى. يعني شلون؟ طيب إيش رأيكم أنتم تفتحون أي موضوع وأنا أتكلم معاكم فيه؟ كذي، أي الآن بقوم وأروح أساعد الوالدة. لا، خلك هني. أنا ما عندي مانع، بس على شرط، سوالف بعيدة تماماً عن المستشفيات وعن المرضى. أنا ما عندي مانع. إذا كذي، وين ناويين تقضون شهر العسل؟ اعتقد ان الامور مثل هذه تخص عبير، هي تختار المكان المناسب. بصراحة كلمت عصام وقال لي ان افكار مقدمها افكار اظن. طبيعي يقول مثل هالكلام، ولا تبي ياكد ان الافكار حق واحد ثاني وهو مقدم كل شيء باسمه. طيب شنو دليلك انت؟ دليلي هذا ملف الافكار اللي قدمت فيه المشروع.
لقيتها مرمي ومشقق في درام الزبالة اللي كان في مكتبه. وأيضا في هالورقتين تلقى بعض الأفكار، لأن حقيقة كانت أفكار كثيرة وما كنت مصور منها، فتلقى بعض الأفكار اللي كنت مقدمها، اطلع عليها وقارن. تفضل. ماني مصدق ان عصام قاعد يسوي كذي. انا ايضا مثلك كنت متفاجئ. كانت المفاجأة يوم قال لي ان الاوراق كلها ضاعت. بس بعد الحاح مني دعاني وقعدنا نتكلم ونتناقش في الافكار بصورة موسعة. حتى جلسنا طوال الاسبوع. وطمني اكثر يوم اخذ الموافقة المبدئية من ابوك. بس كانت الصدمة يوم صار كل شيء باسمه. انا بشوف الموضوع وبواجه عصام بالادلة اللي قاعد تقول لي عنها. وتهت منك.